10 أندية تتنافس على البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد هبوط نادي الحزم رسميا إلى الدرجة الأولى. نقاط الفرق العشرة متقاربة، ونحن سنقرأ في سيناريوهات البقاء أو الهبوط مع راضية صلاح. دخل الموسم الرياضي مرحلته الحاسمة، جولتان فقط سنتعرف على الفرق التي ستغادر الأضواء إلى الدرجة الأولى. تركيزا على الجدول، نرى أن الفرق بين المركز الرابع عشر الذي يحتله الرائد بثلاثين نقطة والمركز السادس الذي يحتله الفتح خمس نقاط فقط. عدد الأندية المهددة بالهبوط رقميا هو 10، مع تأكد هبوط الحزم الأخير، ومع اعتبار أن نقطة البقاء هي 36 وهو أقصى رقم من النقاط يمكن للرائد الرابع عشر أن يصل إليه، إلا أن الحسابات ستتغير مع تصادم الفرق مع بعضها بعض، وخسارة الرائد تغير المعادلة تماما إلى 34 نقطة، ويضمن الأهلي والفتح البقاء رسميا. الفيحاء السابع لديه 34 نقطة، يحتاج فوز واحد من أصل مباريتي أبها والاتفاق. أبها الثامن لديه 34 نقطة، يحتاج فوز واحد من أصل مباريتي الفيحاء والرائد. الطائي التاسع لديه 34 نقطة، فوز وحيد من أصل مباريتي الفيصلي والحزم. التعاون العاشر ب 32 نقطة، موقفه صعب جدا، يحتاج 4 نقاط من مباريتي الشباب وضمك. الأهلي الحادي عشر 31 نقطة، يحتاج إلى 5 نقاط للوصول إلى نقطة البقاء مع الرائد والشباب. الاتفاق الثاني عشر يحتاج 5 نقاط من أمام الاتحاد والفيحاء. الفيصلي الثالث عشر يحتاج إلى 6 نقاط من الطائي والهلال. الرائد الرابع عشر ب30 نقطة يحتاج إلى فوزين أمام الأهلي وأبها. الباطن الخامس عشر ب29 نقطة يحتاج أيضا إلى فوزين من ضمك والاتحاد. نقطة البقاء ستتغير مع نتائج الجولة القادمة، خصوصاً أن الفرق المهددة ستتواجه مع بعضها بعض، الأهلي والرائد، الفيصلي والطائي، وأبها والفيحاء، وأي نتيجة منها ستغير معادلة 36 نقطة. في الجولة الأخيرة يلتقي الرائد أبها، الفيحاء الاتفاق، والطائي مع الحزم. راضية صلاح، صدى الملعب. أوضح من هيك ما في، رغم الشربكة بس الأمور واضحة معنا بهذا التقرير.